عدنا إلى ملف الإرهاب وداعش. نقرأ مقالا من واشنطن بوست: كيف يشوه الإرهابيون معنى رمضان لتبرير جرائمهم؟ مقال للكاتب ماكس بيراك يقول فيه إن شهر رمضان بالنسبة للمسلمين مناسبة لإعادة قراءة القرآن ولتركيز على الإيمان والصدقة ولتجمع العائلة والأصدقاء للاحتفال بالحياة والإيمان بالله. ويستدرك بيراك في مقاله بأن الإرهابيين خاصة المنتمين لتنظيم داعش يحملون فكرا يجعل من بين طاعات قتل أولئك الذين يدعون كفارا، فالقتل والاستشهاد في رمضان أمر يحث عليه المتطرفون. ويقول الكاتب إن الصدام بين العادات الإسلامية والسلمية والممتعة في رمضان مع النسخة المشوهة التي يتبناها الإرهابيون ينتج نوعا خاصا من التنافر والحسرة، فمعظم ضحايا الإرهاب الإسلامي هم مسلمون. ويفيد بيراك بأن هناك التقليل من المعطيات التي تشير إلى أن الهجمات أكثر شيوعا أو أكثر فتكا في شهر رمضان تحديدا، وفي معظم الحالات يصعب رسم خط واضح يربط دوافع الهجوم مع توقيته، لكن قيادات تنظيم داعش تحاول رسم ذلك الرابط في دعاية التنظيم. وينوه الكاتب إلى أن متحدثا باسم التنظيم دعا قبل رمضان بأسبوعين عام 2016 أتباعه لجعل الشهر شهر نكبات لغير المسلمين في كل مكان، بالإضافة إلى أنه أصدر دعوة مشابهة هذا العام، وقد كان شهر رمضان عام 2014-2015 بهجماته، مشيرا إلى أنه قتل في يوم واحد فقط حوالي 26 شخص يونيو في 2015، أكثر من 400 شخص في سوريا والصومال وتونس والكويت وفرنسا. ويذكر بيراك أنه كان في العام الماضي ناد ليلي في أورلاندو والمطار في إسطنبول ومخبز يزوره الأجانب في العاصمة البنغالية من بين أهداف تنظيم داعش خلال شهر رمضان. وكذلك يستدرك الكاتب بأن كثير من المحللين يقولون إن هجمات شهر رمضان التي تقوم بها المنظمات الإرهابية هي محاولات يائسة لإظهار القوة في وجه الخسائر في ساحات المعركة، حيث خسر تنظيم داعش مدينة الفلوجة في رمضان العام الماضي.